هلا هون بحكي لي طبعا السؤال الثاني رح انزلكم حله، كل اسئله الدرس رح انزل لكم حلهم. هلا جد قيمه كل مما ياتي، 10 ضرب 1 = 10، 10 ضرب 3 يعني 10 ضرب 10 ضرب 10 3 مرات، بنزل الاصفار الثلاثه وبحط الواحد، يعني 1 ضرب 1 ضرب 1 = 1. هون 10 ضرب 5 نفس الشيء، كأني بضرب العشرة 5 مرات، هون بضرب العشرة 2 مرات، هون بضرب العشرة 4 مرات. بحكي لي ما العلاقة بين عدد الأصفار في الناتج وقيمة الأس متساوية؟ تمام، اكتب العدد 1,000,000 بصورة أس 10 ضرب 6. تمام، هلا بحكي لي هون ما الفرق بين 4 ضرب 3 و4 ضرب 3؟ 4 ضرب 3 هي عبارة عن 4 ضرب 4 ضرب 4، 4 ضربتها 3 مرات. 4 ضرب 3 هي 4 ضرب 3، 4 ضرب 4 16، بأربعة 64، وهاي 4 ضرب 3 12. تمام، هلا جد قيمة كل من -1 ضرب 10 و -1 ضرب 11. هسه حكينا العدد السالب لما يكون مرفوع لقوة زوجية رح يطلع جواب موجب، يعني -1 ضرب العدد 10 ايش ماله زوجي، فرح يطلع الجواب 1. تمام، -1 ضرب 11 لانه القوة هون فردية رح يطلع الجواب -1، يعني العدد السالب لما يكون مرفوع لقوة زوجية بيكون موجب، العدد السالب لما يكون أسه فردي بيكون سالب. تمام، هلا هون بحكي لي اكتب العدد 36 بصورة أسس، لما يعطيني عدد اكتبه بصورة أسس اول اشي بدي اعمله بدي احلله بطريقة القسم المتكررة. رح اجي احلل 36 36 على 2، تمام، احدها زوجي معناته بتقسم على 2، 36 على 2 فيها 18 تقسم على 2، 18 على 2 فيها 9، 9 بتقسم على 3، 9 على 3 فيها 3، 3 على 3 فيها 1. هلا رح اجي شو احكي، هدول الاثنين زي بعض وهدول الاثنين زي بعض، فرح احكي انها 36 شو بتساوي، 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3، صح، 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3. هلا بقدر احكي انها الاثنين قوة 2 لانه الاثنين مضروبة 2 ضرب 3 قوة 2، صح، ف36 تساوي 2 ضرب 3 ضرب 2. طبعا العدد لما يكون أسه 2 بحكي عنه تربيع، يعني 2 تربيع، 3 تربيع، لما يكون أسه 3 بحكي عنه تكعيب، 2 تكعيب، 3 تكعيب، لما يكون الأس 3، هون الأس 2 فبحكي 2 تربيع، 3 تربيع. تمام،